هو قال على الغاز جبنا جون، جبنا جون احنا بالغاز ده، لانه كان هيطلع عن طريق دولة تانية هو قصده تركيا. تعال نشوف، اتبع سهام عدوك. اسرائيل تتكلم بالعربية، دي صفحة اسرائيل على الكيان الصهيوني. وقع وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال، اتحداك لو قريت اسمه التاني، على التصريح اللازمة لتصريح الغاز الطبيعي من اسرائيل الى مصر. الغاز الطبيعي الاسرائيلي الذي سيبدأ بتدفق من حقل بثان في اسرائيل الى مصر في الايام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري. جبنا جول ماشي. الراجل نفسه يوفال ده اللي هو انت اتحداك ترى اسمه التاني، تقعد انت واخواتك وولادك كده شانتانتيز والحاجات دي، تقعد ترى الاسم بالطريقة دي ماشي. تصدير الغاز الى مصر يمثل تعاونا اقتصاديا مهما للغاية بين مصر، اسرائيل ومصر، منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين، وهو حدث تاريخي لمين يا ألا؟ لإسرائيل. بتقولوا مين يا ألا؟ لإسرائيل. يبقى جبنا جون فين؟ افتكر صاحبي اللي بقولك عليه، اللي هو كان وتجيبه مرة جبناه من، ده أنا مرة جبته من عند المتفرجين، واقف والمدرجات وراه وعامل واخد وضع حارس مرمى، عامل كل حاجة يعني. جبنا جون في مين؟ طيب نشوف بقى الأستاذ رضا فهمي بيقول، نائب برلماني السابق، بيقول إسرائيل ستبدأ في غضون أيام ضخ الغاز من حقل ليفاثان المصري الذي استولت عليه من مصر إلى مصر. هذا الحقل يقع في المياه الاقتصادية المصرية، وبه احتياطات غاز تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار. السيسي والجيش المصري ووزارات الخارجية والبترول يعلمون تمام العلم أن هذا الحقل مصري 100%، ومع ذلك سيتم استيراد هذا الغاز على انه غاز اسرائيلي وبقيمه اعلى من قيمته في السوق العالمي. جبنا جول. تعال نشوف في الخريطه التفاعليه دي الحقيقه للاكتشافات البتروليه وحجم تدفقها، يعني نشوف كده. طيب الحقيقه دي الحقول اللي انا اكتشفها الايام اللي فاتت. الاستاذ على الفيسبوك، الاستاذ محمد فهيم، كاتب البوست ده. مين فاهم ايه في ملف الغاز؟ محمد فهيم، فيسبوك. غموض وتناقض وتضارب شديد بملف الطاقه كشفت عنه عده اخبار وتصريحات مصريه واسرائيليه ورؤيه للاكاديمي الدكتور محمود وهبه. اولا، أعلنت مصر عن اكتشافات بترولية وحقول غاز جديدة بالصحراء الغربية، خبر جيد، ولكن هل يصل يوما خيره للشعب؟ ثانيا، دعا السيسي لاكتشاف مزيد من حقول الغاز والبترول، كلام جميل، ولكن ليه بنستورد غاز إسرائيل؟ ثالثا، في ظل اكتشافات حقول الغاز المصرية وإعلان مصر اكتفاءها من الغاز، من المقرر أن يتم ضخ الغاز الإسرائيلي لمدة 10 سنوات وبنحو 19 مليارا و500 مليون دولار، تناقض عجيب ويجنن المجنون. رابعا، والغريب أنه في الوقت الذي من المنتظر أن يتم ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر، فإن شركة إين الإيطالية مكتشفة حقل ظهر الأكبر بمصر أعلنت تخفيض إنتاجها من الغاز في الحقل لتجربة إحدى آبار الحقل، ولعدم وجود طلب على الغاز واكتفاء مصر التام من الغاز وتلبية جميع احتياجات مصر من الغاز. خامسا، في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء أن الغاز الإسرائيلي
لن تستطيع مصر تصديره لأوروبا ولا لآسيا لارتفاع سعره مقابل نظيره العالمي. ومنهم الدكتور وهبة، أكدت صفحة إسرائيل باللغة العربية أن الغاز الإسرائيلي مخصص للاستخدام بالسوق المحلي المصري، يعني ليس للتصدير. طيب لما بنستخدم غاز إسرائيل المسروق أصلا من مصر ومن شعب فلسطين، فين غاز حقولنا؟ مين فاهم إيه؟ لو هناك شخص يفهم أين الحقيقة فليقولها لنا. طيب يعني في الإطار ده الحقيقة الناس على السوشيال ميديا حصل لهم حالة غضب زي بتقول العربي الجديد بعد إعلان احتلال إسرائيلي بدء تصدير الغاز، غضب على السوشيال ميديا على الفيس وعلى تويتر من المصريين، أو زي ما نشرت العربي الجديد بتقول شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلا بعد إعلان الكيان الصيني عن بدء تصدير الغاز لمصر واستخدامه في السوق المحلية، رغم إعلانات النظام المصري متكررة عن اكتشافات غاز ضخمة بشرت بها الأزرع الإعلامية.